مساكم الله بالخير جميعا، رجعنا معكم بحلقة جديدة لكن من سلسلة اللي انتم تحبونها واللي هي سلسلة القصص. اليوم بإذن الله راح تكون عندنا قصة وايد حلوة واللي هي قصة نجاح مؤسس مطاعم البيك. شو الأحداث اللي صارت له؟ هل حاشته ظروف؟ هل غيرها؟ شلون قدر يوصل حق اللي هو وصل له؟ كل هذا راح نعرفه في قصة اليوم. لنكثر كلام، خلونا نروح ونبتدي مع بعض القصة. بداية القصة كانت لما أبوهم قرر أنه يفتح مطعم يقدم فيه وجبات صحية سريعة، فقعد يفكر شنو نوع الأكلات اللي يقدمها وشنو نوع المطعم اللي يختاره. فاللي صار قعد الأبو يدور على شركات متخصصة بالمطاعم السريعة في السعودية، لكن هالشيء كان جدا صعب. تدرون ليش؟ لأن بالفترة السابقة ما كان منتشر سالفة المطاعم السريعة نفس الحين. يعني الحين لو تقول مطعم سريع أو مطعم وجبات سريعة وايد مطاعم موجودة صح؟ لكن بالفترة هذيك ما كان فيه إلا يمكن مطعمين ثلاث، فكان الوضع صعب جدا أنه يحصل شركات متخصصة في السعودية. فتدرون شنو سواه؟ اللي سواه أنه اضطر أنه يسافر برا عشان يدور على شركات متخصصة، فقعد يتفاوض مع أكثر من شركة لما حصل الشركة اللي يبيها. وفعلا قام وتفاوض مع شركة اسمها شركة البروست، وصار هو وكيلهم في السعودية. فبعد ما صار أبوهم هو الوكيل حق الشركة هذه في السعودية، قرر أنه يبدي يشتغل بالمطعم اللي هو يملكه. لكن الوضع كان جدا صعب عليه، لأنه هو كان يطبخ الأكل بنفسه وهو اللي يستقبل الزباين وهو اللي يحاسبهم. لكن تبون الصج؟ مو هذا أسوأ شيء واجهه. أسوأ شيء واجهه أنه بالفترة اللي فتح فيها المطعم الناس ما كانوا متعودين على شيء اسمه وجبات سريعة، فكان يواجه مشكلة وصعوبة جدا كبيرة يقنع الناس يأكلون الوجبات السريعة. تدرون خلال سنة كاملة كم زبون كان ييله؟ خلال سنة كاملة كان ييله بس 100 زبون. فهني هو كان بمشكلة جدا كبيرة، لأن تخيلوا خلال سنة كاملة بس 100 زبون، يعني إذا استمر الوضع على هذا الشكل أكيد المطعم راح يخسر. لكن رغم الصعوبات والمشاكل اللي قاعد تواجهه، كان أبوهم عنده إصرار مو طبيعي إن المطعم يستمر وينجح. بس للأسف بعد سنتين توفى أبوهم. فهني عياله إحسان ورامي أبو غزالة بالفترة هذه كانوا بالجامعة، فبعد وفاة أبوهم هني بدت المشاكل. فبعد ما توفى أبوهم قامت الشركة اللي كان أبوهم متعاقد معاها واللي هو ماخذ الوكالة منهم، قامت وألقت الوكالة لأن أبوهم توفى. فهني عيالة انكسروا لأنهم شافوا تعب أبوهم كله راح على الفاضي. المهم بعد تقريبا سنتين من وفاة أبوهم تخرج الأخ الكبير واللي هو إحسان، تخرج من الجامعة. فاللي صار إنه قرر يكمل مسيرة أبوه. فلما جاء أخوهم الكبير واللي هو إحسان يبي يكمل مسيرة أبوه، لقى إنه وايد مؤسسات مالت أبوه قامت تخسر، وكذي راح تسبب لهم مشاكل مستقبلية. فاللي صار قام وباع كل شيء وخلى تركيزهم كله على المطاعم فقط. فبعد مرور تقريبا سنتين تخرج رامي أبو غزالة، رامي أبو غزالة اللي هو صاحب سلسلة مطاعم البيك الحالية، تخرج من الجامعة. فقرر شو يسوي؟ قرر أنه ينضم حق أخوه ويساعد أخوه في المطعم. لكن الصدمة كانت أنه بعدها بفترة بسيطة البنك أرسل لهم رسالة أن عليهم مديونية بالملايين. فهني البنك قال لهم أنتوا الحين بين خيارين، يا أنكم تسددون مديونيتكم كاملة على دفعات خلال سنتين، أو راح نقوم إحنا كبنك ونحجز على كل ممتلكاتكم. فبعد ما سمعوا هالكلام من البنك وتهديد البنك لهم، هني قاموا وقرروا أن يسوون كل شيء بنفسهم عشان يوفرون أكبر عدد من الفلوس ويقدرون يسددون المديونية اللي عليهم. فبهالفترة قام رامي أبو غزالة وأخوه هم يسوون كل شيء بنفسهم، هم اللي ينظفون الحمامات مالت المطعم، هم اللي يمسحون الطاولات، هم اللي يحاسبون الناس، فقام كل شيء هم يسوونه. لكن مع كل هذا واجهتهم مشكلة جدا كبيرة، واللي هي ان الخلطات اللي كانوا يستخدمونها حق وجباتهم كانوا ياخذونها من واحدة من الشركات. لكن بالوضع اللي هم فيه مديونيتهم عالية ومحتاجين ان يوفرون اكبر عدد من الفلوس،
فإذا يدفعون مبلغ كبير حق الشركات هذه عشان تسوي لهم الخلطات السرية، هني راح يصير عندهم عجز بالميزانية وما راح يقدرون يدفعون مديونيتهم. فقعدوا يجربون ويبتكرون خلطات جديدة هم مسوينها بأنفسهم. جربوا مرة مرتين ثلاث أربع، فتقريبا بعد ثالث سنة وصلوا حق أكثر خلطة أعجبت الناس. لكن يا جماعة سمعوا أحلى جزء من قصتهم. بعد ما قدروا يسوون الخلطة الزينة واللي بدوا يتقبلون الناس المطعم هذا وبدوا يتقبلون أكله، فقدر أنه يربح بشكل بسيط وقدر أنه يفتح شوية مطاعم. لكن بعد تقريبا سنتين توفت والدتهم، فقعدوا هني يفكرون بشيء يقدرون يسووله عشان يفيدون والدتهم وهي بقبرها. فكانت أقرب فرصة واللي هي شهر رمضان كان قريب، فقالوا ليش ما نسوي شيء زين بشهر رمضان، إن أي 10 ريالات راح نبيعها نطلع منها ريال صدقة حق الفقراء والجهات الخيرية. وفعلا هذا اللي صار، كانوا متفقين خلال شهر رمضان إن أي وجبة تنباع ب10 ريال لازم ريال يخلونها صدقة حق الفقراء والمساكين. فبهالفترة هم كانوا متوقعين شنو؟ كانوا متوقعين بما أنهم يعني ما راح يربحون ال10 ريال كامل، راح يطلع منها جزء، يعني توقعوا انه راح يخسرون والمبيعات مالهم يعني راح تصير أسوأ. لكن الصدمة كانت ان المبيعات خلال شهر رمضان والشهرين اللي بعده تجاوزت 3 أضعاف. هني كلهم انصدموا، احنا كنا متوقعين انه راح يصير في خسائر وهذا، لكن الصدمة إن أول مرة المطاعم اللي عندهم يوصل أرباح فيها إلى هذا العدد. فسبحان الله، فعلا التجارة الوحيدة اللي ما تضيع هي تجارتك مع رب العالمين. يعني تخيلوا كانوا يبيسوون شيء يفيد أمهم بقبرها وبنفس الوقت فادوا الفقراء والمساكين، لكن ربنا سبحانه بدال يخليهم يخسرون خلاهم يوصلون حق أعلى ربح خلال كل السنوات اللي طافت. فدائما إذا تبي تتاجر خل تجارتك مع رب العالمين. وبكذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم وقصة اليوم. أتمنى أن القصة تكون نالت على إعجابكم، وإذا تبون نستمر بسلسلة القصص لا تقصرون معنا بضغط زر اللايك.